الله يعوضك يا مهدي. ايوه
هاي السيكل من هنا هاي اللي بنزل تحت انت لاف طاج كمان نزل تحت لفكت لفكت كله دول عربي كده كده احنا
على هذا الهدف هذا قبل 20 و25 سنه بيدوا اعمالهم، مش بس الهدف المره هاي يعني على الكل، الكل البلد راح تتطفش. الفرصاصة طلعت هيدا اخوي الغلب لما يكونوا 100 غلبة او اكثر في جبل مش راعي معهم شتت يكون واحد، وهذه بلدنا طول ما فيش مرجعية تكون هي